بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا اليوم عندي نبات جميل جدا. هذا النبات يكون النبات الجوردالين. أوراقه العلوية وردية، أزهاره وردية جميلة. هذا الأوراق مالته خضراء، تكون على حواف وردية. هذا النبات سهل العناية به، هو انه الري مالتك تكون او السقي يكون متوازن حتى تكون الرطوبه مناسبه للنبات، اي انه يكون لازم تكون جافه او رطوبه عاليه. اذا كانت رطوبه عاليه فانها سوف تؤدي الى ظهور العفن على الساق وتؤدي الى موت النبات. طبعا هذا النبات يكون على طريقه تكاثر سهله جدا، انه تقوم بقص الساق وتزرعه في الصيص ثاني. انه هذا يكون، شوف هسه عندي هذا النبات، قمت بقطعه من هذه الجهة، انه فرع تفرع ثاني، انه من طقة براعم جديدة هاي. انه اشوفوه عندي هذا صغير، هذا قمت بإكثاره. شوف هذا النبتة، هذا اللي قمت بإكثارها، إنه سهل يكون سهل العناية به والتجذير أيضا. هذا النبات إنه يطلب إضاءة جيدة فيتخلى يم الشبابيك، أو يكون تضعه في الخارج تحت سقيفة محمية. كان معكم المهندس الزراعي أحمد سعد الحبلاني. أي سؤال بخصوص النباتات الظلية اكتبوا بالتعليق، وإن شاء الله سوف نجيب عليكم. تحياتي لكم جميعاً.